النوم بالليل لا إله إلا الله، يعني نرويش بس ساعتين انفضل ربي كنا بعد الصلاة خلي عاد ديما كنصلي وديما كنشترق الله بكون أقوى وبكون أحسن ديما. ونسمع فرق بتاعك لي كذا سنين نسمع فرق من 2014 ما شاء الله في اليوتيوب. حبيت نجي قداش المرة مسالش سهل كما عارفش ديما عندك نسمع عندك الرقية هذه ديجا نسجلها تاع العين القوية هذه جدا نسمع فيها ونتسمعها متأثر ياسر ديجا تو نبكيت ياسر ونثاوب ياسر. شوف شوف الفيديو سميع الله لمن دعا وليس الله مرمى وليس الله تعطيك كل شيء ومن لا توكل على الله ومن اهدى لنا ولنصبر
لابس بالاحمر انت لابس تعطي الكل شيء صح؟ نوريك تعرف هذه سبحان الله من فضل ربي نصلي وفي وقت هذيك هي اللي وقفتني مشدتني بيها. الحمد لله. طيب شوفها الاخرى مسجلها عم بيكا في الخدمه بس في راح يدزني نخدم بذرع طول الله بركي فيش العنوان هذه؟ عنوانها؟ العنوان ايش؟ العنوان هذه؟ ايش عنوانها؟ كله في اليوتيوب صح؟ أظن عنوان هذا بلا إله إلا الله تقهرت هرجان أو شيء. الرقية عرفتها بالصدفة عليك جميلة نحن في القرآن دي نحن دون حب ربي ولك ونحزم أكثر طيب واضح أتهمت عن المضمون الآن تفضل جسدنا
الله أن يجعل مقاطعنا خيرا وصدقة جارية يا رب، يحفظها. تفضل جلس. مرحبا.